تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية من هناك هبة التميمي. مرحبا بك هبة، ما هو المأمول والمنتظر من الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء العراقي في هذا المؤتمر؟ طبعا بداية تحية طيبة. اليوم دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هذا المؤتمر، مؤتمر الهندسي العربي طبعا. وقال مراقبون في هذا الموضوع ان رئيس المجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر اليوم هذا المؤتمر. هذا المؤتمر دعم لنقابة المهندسين العراقيين بافتتاح هذا الحفل وافتتاح هذا المؤتمر الهندسي العربي لاتحاد المهندسين العرب بدورته 29. طبعا وكذلك هذه الفعاليات افتتح الاجتماع الأعلى لاتحاد المهندسين العرب. طبعا أضاف في هذا المؤتمر، أنه والمؤتمر والاجتماع الأعلى لاتحاد المهندسين العرب لم يعقد يعني منذ أكثر من 30 عاما، وأن مدة هذا المؤتمر يومين، وستشارك فيه جميع البحوث وسيشهد منافسة مستفيضة فيما يخص طبعا في المجتمع المعلوماتي وشراكات المساهمة من القطاع الخاص والشركات الداعمة للمؤتمر، وهي من طبعا مثل ما قلت لك في القطاع الخاص. سيكون هنالك طبعا تبادل خبرات علمية وعملية في هذا المؤتمر. طبعا ولفت في هذا المؤتمر أهمية هذه الفعاليات، ستمثل في جميع كل نقباء المهندسين العرب في العراق، وهو حدث يعد مثل ما قالوا قمة عربية هندسية مصغرة، وأن هنالك طبعا أوراقا طبعا تكون بحثية متبادلة بين العراقيين وأشقاء العرب. وأكدوا أن هنالك مخرجات في هذا الاجتماع هي تكون مهمة على المدن الذكية والمجتمع المعلوماتي وتطوراتي في الوطن العربي والعراق. وطبعا أكد محافظ بغداد محمد جابر قال في المؤتمر الهندسي العربي في هذا الموضوع لاتحاد المهندسين، يعد هذا الحدث مهما في العراق لجمع المعلومات والبحوث، وخصوصا في مجال المعلومات والأنظمة الإلكترونية، والتي أصبحت كل دول العالم تدار عبر هذه الأنظمة والمعلومات. المؤتمر يعد مهما إذ ينضم بحوثا علميا ومؤتمرات تشهدها العاصمة بغداد، يكون الحدث الأكبر في العراق وبغداد، وجزء من الثورة العلمية والمعلوماتية، مؤكدا أن العراق بات يشهد تطورا كبيرا في هذا القطاع. طبعا المؤتمر مثل ما قلت أنه سينضم خلال يومين عقد من الندوات والمؤتمرات لعديد من العلماء والباحثين العراقيين والعرب في العاصمة بغداد. وافتتح هذا طبعا اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صباح يوم السبت هذه الأعمال، أعمال دورة 29 من المؤتمر الهندسي العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد. وأكيد رحب رئيس مجلس طبعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بهذا المؤتمر. وبحسب بيان مكتبه الإعلامي قال أنه انعقد المجلس اليوم بدورة 78 في بغداد، وبمباركة الحكومة لأعمال هذه المؤتمر الذي يكون تحت شعار وتحت عنوان المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي، الذي دعت له نقابة المهندسين العراقيين واتحاد المهندسين العرب. نعم، شكرا جزيلا هبة تميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من بغداد.